المعرض رأيكم ايه في السنة دي؟ المعرض كويس بس الأسعار مرتفعة شوية عن يعني السنوات الأخرى. شايفة إن الأسعار كبيرة. أنت اشتريتي كتب السنة دي؟ اه اشتريت في علم النفس. في علم النفس تمام. وأنتي؟ أنا شايفة إن المعرض الأسوأ في تاريخ المعارض اللي اتعملت قبل كده. بجد إيه اللي مش عاجبك؟ سوء التنظيم ولا إيه بالظبط؟ لأن أنا باجي كل سنة، متعودة إن أنا باجي كل سنة، شايفة إن هو الأسوأ فعلا. أولا سوء التنظيم، سوء الإدارة، سوء ارتفاع أسعار الكتب بطريقة مبالغ فيها غير كل سنة. اشتريت كتب إنجلش وعربي وحاجات دينية والأسعار حلوة قوي كله عاجبني. تمام، شايفة المعرض السنة دي أحسن ولا السنوات اللي فاتت؟ لا السنة دي منظم أكتر عن السنة اللي فاتت بتهيألي. أنت شايفة كده؟ اه. تمام، والأسعار؟ الأسعار حلوة قوي. المعرض السنة دي أنا شايف إن هو مركز قوي على الأحداث اللي حصلت مؤخرا، يعني من 3 سنين. تمام. في كتب قيمة جدا على الجيش وعلى الثورة وعلى الإخوان وعلى الفترات اللي مرت بيها البلد. ده غير بقى الاهتمام المعتاد بالاطفال والقصص بتاع الاطفال. عجبني قوي ان هم مهتمين بالناحيه الدينيه للاطفال، بتقويه الناحيه الدينيه عند الاطفال، ان هم بيقدم قصص الانبياء بشكل مبسط للاطفال. يعني هو انا لسه اصلا دي تاني حته اروحها النهارده في المعرض، فلسه ما لفتش قوي. طب وحضرتك شايف الاسعار عامله ازاي؟ لا الاسعار هنا في الازبكيه في الازبكيه عامه. لا عامة الأسعار والله كويسة، مش ما فيش اللي هو السجريشن قوي في الأسعار. لا الأسعار أنا شايف إن هي في متناول الجميع. لا المعرض كويس والناس بدأت تيجي كتير يعني، وفي جاذبية للمعرض يعني. تمام، اشتريت كتب؟ اه اشتريت 3 كتب. الأسعار شايفها عاملة إزاي؟ والله الأسعار يعني مش وحشة، يعني بتتراوح من 10 في 50 في 100 يعني. الاسعار مش وحشه. الكتب المستعمله في سوق الازبكيه وكده جايبين كتب مستعمله باسعار كويسه. تمام. وكمان في بس الاسعار الغاليه بتبقى في البلاد الاجنبيه، ايطاليا وكده فاتحه مخيمات هنا. لكن في كتب مستعمله في سوق الازبكيه كويسه. تمام. في كتب اللغه العربيه عامه اسعارها مش غاليه يعني. تمام. وبصراحه في هنا كل الكتب، حتى الواحد محتار يعني. هو المعرض حلو، الاورجنايزنج فيه حلو السنه دي، بس يعني بيقفلوا بدري شويه، دي المشكله. الساعه 7 كده بنلاقي بيقفلوا، كله بيقفل يعني. طب اشتريت كتب؟ بتاع 10 كتب كده. طب تمام، الاسعار ايه؟ لا حلو، كله صوره ذكيه زي الفل. جبته زي الفل كله من السورة الأزبكية. أسعاره طبعا كويسة. أسعاره كويسة. في حاجات بقى في الإنجليش في سايت إيطاليا، في إنجليش أمريكان بوك ستور، وفي ألف دي جبتها بقى منهم، مش موجودة في الأزبكية.